مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا في هذه الاثناء كنتواجدوا بهذا المنطقه الولفياك لساسفا، عفوا المنطقه لساسفا. هاد السيده اللي اتصلت بنا في عمرها 19 سنه، مزوجه حامل بثلاث شهور الله يكمل عليها، جات للدار البيضاء، جات من الشمال منطقه الشمال للدار البيضاء باش تخدم، خدمات فواحد الصناك على حساب القول ديالها دائما. ملي خدمات في هاد الصناك خدمات لمده اسبوع في الكوزينه، واحد النهار على حساب القول ديالها جا مول الصناك بغى يتعدى عليها، بغى يغتصبها، فبغات تحاول تدافع على راسها فضربها مع واحد الزاجة اللي اضطرت انها تمشي للسبيطار وتخيط يعني المنطقه اللي ضربت فيها. مشات دارت شكايه عند الشرطه ديال انه بغى يغتصبها ومن بعد عنفها. من بعد قال لها تنازلي ليا وندير لك عمليه تجميل، قالت لك انا تنازلت له ولكن في الاخر جرى عليا وما عطاني حتى شي حاجه، وانا دابا كنحس راسي انا وحداني، راجلي ما كاينش في هذه المدينه، جيت بوحدي تنخدم، عندها عقد الزواج ديالها، عندها المسائل ديالها. قالت لك حسيت بالظلم وحسيت به انه حقرني. الرقم ديال السيده 06 99 73 76 06 99 23 76 19. ياك بنتي هذا هو الرقم ديالك، هي في عمرها 19 سنه وحامله بثلاث شهور. السلام عليكم، قدام ماما الميكرو. ها انت غتعاودي لي بالضبط شنو اللي وقع، كيفاش جيتي خدمتي، قلتي انت من الشمال جيتي هنايا، وكيفاش حتى وصلتي انك ضربتي ومشيتي للسبيطار، تفضلي. مهم السلام عليكم، انا جيت لهنايا لكازا باش نخدم. من الشمال؟ جيت لهنا لكازا من الشمال، جيت لهنايا باش نخدم. المهم مشيت كنقلب على خدمه بحال اي وحده باغا تخدم وتجيب داك الشيء بعركها. المهم مشيت لعند واحد الراجل سميتو الحاج، بلا ما نقولوا الاسماء فوالا قولي الحاج. يعني هو كيقولوا له الحاج بزناس، يعني كيقلب يعني على الناس عليا باش يخدمهم زعما، والضيوف خدمني. فين خدمك؟ خدمني مع هاد مول الصناك هذا. نعم. باش هو اللي كيعرفو جابني لعندو، قال لي هذا اللي عندو. جيت انا عندو نهار الاولاني كيقول لي فين خدمتي عنده، شنو كنتي كديري؟ خدامه عنده، كندير في نفس الوقت كنسيق وندير الميناج، وعاوتاني كندخل نغسل له المواعين وكنقطع له شلايط، هادشي كامل ب 1000 ريال. فنهار ما عرفني انا يا وحدانيه هنايا في كازا وما عندي حد، نهار السيمانه مي جيت غنتخلص قال لي شوفي انا غنعطيك زعما 1000 ريال زعما في النهار، قال لي غنزيدك 30 فرنك ويلا تمشي معايا تباشي في الدار، يلا تمشي معايا. قلت له انايا لا ما يمكنش، انايا كنت باغا داك الشيء ديال الحرام ما نجيش نخدم في الجفاف. وانت مزوجه؟ وانا مزوجه وعندي العقد ديال الزواج، ها هو يا العقد ديال الزواج. نعم ها هو يا العقد ديال الزواج. نعم العقد ديال الزواج، وعندي مع الدكتور كنتبع معاه، الدكتور ناجي كبير كنتبع معاه على الحمل ديالي، حامله بثلاث شهور وبغيت تعدي عليا. قلت له انا يا كو كنت باغا شي حاجه الحرام ما نجيش نضرب الجفاف، صافي هذاك الشيء ما كان، مي ما بغيت له شي، شبرني بزز بحال هكا. هي جا عندك بعدا الكوزينه؟ جا عندي الكوزينه وقال لي انا بغيت هذوك الفلوس اللي عنطيك، يعني كملت السيمانه عنطيك 30 فرنك يعني بالنسبه ل 1000 ريال في النهار. قلت له صافي عطيها لي نمشي بحال هكا، قال لي لا انا عطيك 30 فرنك اخرى يعني 12000 ريال باش تخلصي لك وغادي نديك سباتي معايا. قلت له انا لا كون كنت باغا هذا الشيء هذا ما غاديش نجي نخدم عندك ونضرب الجفاف، كاين عبد الله فين يديروا داك الشيء ديال الحرام. صافي ما بغيتلوشي الوالية يدي، عارفني ما كاين حتى شي واحد هنايا اللي حامي عليا، ما عندي حتى واحد، العائله لهنايا الوالية يدي، وداز من مورايا بقى كيعمل شي تصرفات يعني كيقيسك شي بلايص. كيقيسني يعني بغى يتعدى عليا ساعه ما دفعته، بغيت ندير على راسي يعني ندافع على راسي، هو يشبر لي راسي من هكا، يشبر لي راسي وكفاه لي مع الزاج. صافي هادشي هادشي اللي كان ضربني هو داكشي. شنو وقع لك من ضربك؟ ضربك جيت حفظك الله من العين، وخيط هداسه ديال التخيطات وانتوما كتشوفو، تعدى عليا وما بغا ما دار معايا بلي انا مشيتي درتي الشكايه؟ درت الشكايه في العشرين، قالوا لي جيبي جيبي هذه السرفاكيته بحال ما هكا، جيبي شهاده طبيه. مشى وبقى كيداخل وقال لي انا عندي ولدي وانا هادي وانا هادي، بقاو كيداخلوا عليا بالراسو
ودعيه هي الله ما تدعيش للمخزن كاع وهذه صافي درت معاه مزيان وقلت ما فيها باس لا مشيت والمسامح كريم يعني مشيت ولكن هو قال لي غنعطيك باش مع انا دابا مشيت كنقلب على خدمه ما توحد ما كيبغي الخدمه دابا بلاتي ولا كيفاش نازلتي قال لي غندي لك التجميل قال لي غنعطيك 2000 درهم وغندير لك التجميل صافي انا يا داكشي اللي سمعت قلت له ماشي مشكل مشيت درت ليه التنازل مي درت التنازل قال لي يعطيه لي ما عارف ما عندي معايا حتى شي حد قال لي يعطيه لي نخرج برا نحسب لك فليساتك باش تمشي ديري داكشي التجميل صافي داكشي ما كان خرج برا قال لي سيري قاوتي ما نعطيك حتى درهم صافي صافي هادشي ما كان وهادشي هادشي وقع غدا دابا غدا دابا غدا دابا مع الجوج نعم انتما كتشوفوا تعدى عليا ما عرفني ما كاين حتى شي واحد هنايا حتى راجلك ما كاينش ما كاينش راجلي ما كاينش هنايا مسكين عنده ظروفه انا يا عرفني هنا خدامه عرفني عن جي نخدم بالحلال جي ضربت الجفاف عنده ب 1000 ريال الساعه في الاخر تعدى عليا باغي يتعدى غير عليا وصافي وما عطاني حتى شي واحد منه حتى وجهه قلتي لي قال لي غنعطيك 2000 درهم ما عطاني شي حتى حاجه قال لي صافي سيري بحالاتك عرفني ما عندي حد لي حامي عليا قال لي سيري قاودي مي طيتو ثاني لا ما نقول لا ما نقول هذا الفاض وشنو كتطلبي اليوم انا كنطلب منه غير حقي وانا كنطلب من الله ياخذ لي حقي فيه حيت هو خسر لي عيني وانا دابا شحال وانا جالسه شحال في عمرك في عمري 19 عام عاد نقفل 19 عام وجيتي باش تخدمي وهكا جيت باش نخدم وانت كتشوفي تعدى عليا واش كرفس عليا انا ما كنعرفش هنايا بزاف كاع وما عرفني ما من الشمال وما عندي حد بغى يغتصبني ما بغاش ما بغيتلوش هذاك الشيء اللي باغي هويا قلت له انا كون كنت باغيه الحرام ما نجيش عندك مي ما بغيتلوش هذاك الشيء اللي هو اللي باغي هويا خسرني انا يعني فوجي واخا انت بغيتي شي حقوقيين اللي وقفوا معاك مشيتي شي جمعيات ديال مشيت لهاد الجمعيه لا والو انا ما كنعرفش حتى من الرافيناتي انا غير قالوا لي هذا راه يخدمك وصافي تقت وجيت نخدم بلا لقيت شي خدمه محسن وجيت عنده حيت انا كاريه ب 12000 ريال ودارت دابا قلت لي مشيت نقلب على خدمه قالوا لي خصك تبراي قالوا لي لا مشيت للشركه قلت نمشي للشركه احسن ليا قال لي انا ما غاديش نمشي نقلب قال لي يقول لك غير كتضاربي مع البنات ولا شي حاجه يقول ما يمكنش ليا ندخلك انا يشوفك هنا يقول لك كتضاربي مع البنات هادشي اللي يقولوا لي قال لي انا ما يمكنش ليا ندخلك من هنا تبرا عين ما بغاش يدخلوني حتى خدمه ما بغاش يدخلوني اللي كيشوفني دابا انا تحقرت هنايا علاش حيت كيشوفوا فيا شوفه ناقصه كيجبروا انا كنضارب انا عمري ما ضاربت مع شي وحده ما ضربتش ما درتش مي عمري ما ضاربت انت دابا انت كطالبي غير ب واش باغي غير نخدم واش باغي غير نخدم ونعيش بحالي بحال الناس وصافي هو دابا جا تعدى عليا وتا شي واحد ما عطاني حقي انا وشنو بغيتي تقولي لهاد مولصناك الا كان كلامك على يعني انت قلتي لي دارك شنو بغيتي تقولي انا بغيت يعطيني حقي انا بغيت الدعوه به الله والله ياخذ فيه الحق ورا الناس يعني راه هو معروف دابا هنايا الله ياخذ فيه الحق وهاداك الماكل اصلا ديالو راه ماشي مزيانه حنا ما غندكروش هادشي اللي عندك شي ماشي من هكا هذاك الشيء اللي كاين اختي تشكر فاس عليا بغيتي شي جمعيات يوقفوا معاك هكا لا بغيتي توجهي نداء ما كرهت شخصي انا يوقفوا معايا حيت تعدى عليا في عيني دابا وما خدامه لا والو نعم واخا الرقم ديال السيده 06 99 23 76 19 06 99 23 76 19 هاد السيده اللي جات من منطقه الشمال باش تقلب على خدمه هنا في الدار البيضاء ولكن اللي دخلت تخدم هذه السيمانه تقريبا اللي خدمات ب 50 درهم في النهار طاحت مشكل على حساب القول ديالها ديال محاوله اغتصاب ومني رفضات تعنفات وضربات في جهه العين ديالها الحمد لله ما تقاش لها العين ديالها ما اضطرت انها تمشي للسبيطار دارت شكايه جا عندها قال لها تنازلي لي نعطيك انا كيفاش ديري عمليه التجميل مني تنازلات له قالت لك مني خرجنا من مخفر الشرطه ومشينا على اساس انه يعطيني مثلا يعطيني باش ندير عمليه التجميل نكرها وقال لها ما عندك ما تسالي واليوم هي كتطلب غير الحق ديالها وجهات نداء المحسنين وجهات نداء الجمعيات الحقوقيه انهم يوقفوا معاها لان باش تجي المراه وهي مزوجه وحامل بثلاث شهور ومازالت غير 19 عام انها تخدم وتتعرض للاغتصاب هذا الشيء يعني ما كيقبلو حتى شي واحد دائما كنقولوا لك الكلام ديالها على حساب القول ديالها الرقم مره اخرى المساعده 06 99 23 76 19 06 99 23 76 19 هذا هو الرقم ديال السيده اللي بغى يتعاون معها مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم دمتم في امان الله الى اللقاء